السلام عليكم الإخوان، تحياتي واحتراماتي لجميع أصدقاء الطيور وعشاق طائر الحصون. معكم مراد معرف، دائما في إطار السلسلة الخاصة بتلقين الطيور. قبل الشروع في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها لمرحلة نسبيا المرحلة الأخيرة يعني في التغريدة ولا في التلقين، وهي مرحلة البلورة. فقبل ما نتكلم فشكرا للإخوان جميعا بدون استثناء، الاخوان اللي كيتفاعلوا معنا في لي كومونتير في اليوتيوب. ودائما خصني نعطي واحد الانطباع، لان انطباع جميل جدا، وانا صراحه مسرور بزاف من لي كومونتير، الكومونتيرات اللي كيعطيو واحد فكره على واحد فكر عالي بالنسبه للاخوان. صراحه ما لا اجامل احدا، ولكن من خلال التفاعلات تبارك الله، يعني كاين ناس في مستوى عالي، ناس اللي عندهم واحد الهاجس ديال البحث، وهاد الهاجس ديال المقاربه ديال ما هو علمي وما هو تجريبي ولاعي. فشكرا مره اخرى الاخوان، راه كنحاول انني نتفاعل الماكسيموم مع الاخوان، لان كاين حتى اصدقاء ديالنا في فيسبوك شويه بعض الخطرات كنغيب عليهم، فاللي كنتجاوبوا معاه ف مزيان، ولي لي ربما كنتعطلوا عليا انا، ما يمكنش لي شي واحد ما نجاوبوش نهائيا. فكاين واحد الخطرات كيكون واحد شويه ديال التاخير، مثلا واحد نص نهار ولا نهار عاد كنجاوبش على شي شخص، فاقدم اعتذاري وسمحوا لي بزاف. راكم عارفين راه شويه الوقت ما بين لي مونتاج، ما بين انا عندي مسائل خاصه ديالي لا ولاعيا لا مع العائله في البيت، فاستسمح الاخوان اللي كنتعطل عليهم في التعليق. اما الحمد لله الاخوان كاملين في تواصل مباشر معهم. اذا اليوم غادي نطرقوا للمرحله الاخيره، كما نقولوا لا فاموز فاز ديال لا كريستاليزاسيون، يعني مرحله البلوار. وبالتالي فمرحله البروانه عفوا الاخوان استسمح، مرحلة البلورة، فما يمكنش أنه يوصل لها الطائر بأمان وبنجاح لو هو كطائر والمولوع أنه ما احترمش المراحل السابقة اللي ذكرنا، هي مراحل يعني علمية مثبوتة علميا وفي الطبيعة وفي التجربة. يعني إلا ما دوش هذوك المراحل بطريقه مضبوطه وسليمه على حسب جميع الضوابط اللي تكلمنا عليهم، واللي اللي ضابط الصبر اولا بالنسبه للمولوع، خصو يكون عنده الصبر. الا ما تحترموش هاد الضوابط فكيكون هناك خلل اللي كيأثر على مرحله البروار. فالطائر خزن المعلومه، الى ميموريزي لي سينيو، كوداهم في الذهن ديالو. المرحلة الثانية حاول أنه يقلد لو برومي بابياج، التقليد الأول، يقلد ويحاول أداء لي غولبيس ولا الحبات ولا النوطات انفراديا باش يثبت لا ماتير بروميير ديالو التغريدية. المادة الخام التغريدية تخزن عن طريق الحبات ولا النوطات ولا لي غولبيس. المرحلة الثالثة يمر إلى لو بابياج كونفيرمي أو التقليد الفعلي، انه بدا كيشكل لينا جمل تغريديه مفيده، وبالتالي المولوع ولا كيحس كيشوف الاتجاه ديال الطائر، اللي مرة الى مرحله البلوار. فهاد المراحل كلها خصها تحترم، واحد بين قوسين الا مشينا من المنطلق ان كل مرحله خصها واحد شهرين ولا شهرين ونص، بمعنى انه خصو شهرين ديال الميموريزاسيون ديال التخزين، خصو واحد شهرين ديال التبجغيط، خصو واحد شهرين ولا 3 شهور ديال التبجغيط الاولي، يعني جوج زائد جوج هي 4 زائد 3 هي 7، 7 اشهر توصلنا الى مرحله البلوار. وهذه معلومه مهمه، لان ننتقلوا للطبيعه. في الطبيعه البطن الاول او العش الاول اللي كيتفرخ في الحصون هما الطيور ديال شهر فبراير، يعني شهر جوج فبراير كتنطلق عمليه التفريخ بالنسبه للحصون.
ففبراير مارس كيوقع التخزين، كنهضر دابا في الطبيعه، افريل ماي التدريب على التغريد يعني البابياج الاول، التقليد الاول، فيفري مارس افريل ماي، جويي كتنطلق المرحله ديال البروار، لان على حسب الطيور على حسب بزاف ديال لي بارامتر. فهادشي كله باش نوصل لكم انه في شهر 7 ولا شهر 8 فالطائر كيكون كسب التغريد ديالو. غادي يجي شي واحد ويقول لي ولا القرع ديال شهر اللي عندهم في الطبيعه كنجيبوهم نصاصيين، يعني نص تحميره كيكون عنده 7 شهور مثلا، ولا هذا راه ما كيكونش كيغرب، والسيمورات تاش كتخربق علينا، فما يمكنش لي يخرب يغرد هو. علاش؟ لان اولا كتواجهوا واحد المرحله اللي هي عصيبه في الحياه ديالو في الطبيعه اللي هي الهجره، وبالتالي الهم ديالو هو كسب الصحه ديالو. باقي الان رغم ان عنده هو سلاح تغريدي، انه راه في مرحله البلوره ديال التغريد، عنده الهاجس ديال الصحه ديالو، الهاجس انه عنده سلاح تغريدي، عنده هزو معاه في لي جين ديالو خلال هاد الشهور كل اللي دوزها في الطبيعه مع الاب ديالو ولا مع الطيور المجاوره، يعني علاش كيستعد في شهر 8 شهر 9 الى الهجره. وبالتالي هو راه ماشي هذيك هي اللحظه الاولى ديال، ماشي هذيك هي المرحله الفعليه في الطبيعه ديال الابداع في التغريد ومزاوله لا براتيك ديال التغريد. فهو البوصله ديالو ربانيه تشير الى انه هناك هجره، وحتى ان المقلين في الطبيعه فهي عند هذا التفكير الجماعي، هذا البوصله الجماعيه، فكلهم طيور ديال واحد المنطقه مثلا في المغرب ولا اي بلد كيتجمعوا كاملين ويقومون بعمليه الهجره جماعه. دونك كتعرفوا هادشي، ما غاديش الاخوان كيفهموا في هاد المسائل ديال المقلين. فالمقلين كتعيش جماعه كل ما هو هجره، كل ما هو حتى البداله ديالها في هذيك اللحظات كتكون البداله ديال الطيور الكبار، فهما كيدوزوها جماعه، ما كيدوزوهاش كل في الوقيته اللي كيكونوا منفردين ولا الازواج كل لا، فكيتجمعوا كيهاجروا، بمعنى انه في الهجره خاصو يكون عنده صحه جيده، غادي يضرب الاف كيلومترات غيجي مثلا من المانيا ولا من فرنسا، وهذا غيمشي حتى الجنوب المغرب، حتى كاين طيور مهاجره ديال الحسون اللي تشق طريقها نحو اقصى نقطه جنوبيه في المغرب مثلا ولا في الجزائر ولا في تونس، ولا كتمشي عن طريق البحر الابيض المتوسط الى المناطق فلسطين والخليج العربي. فهاد المسائل كلها كتلعب دور ولا كتعطينا اشاره على ان مراحل التلقين اللي عندنا في البيت ديالنا تواكب ما يقع في الطبيعه. الاشاره في البداله ديال القرع، هذيك لا تعد بداله، لامي البداله الاولى اللي كيدوز فيها الطائر من الحاله ديال القرع جوفينيل، يعني طائر صغير باش كيجيب التحميره وكيبدل، فهذيك المرحله لا تسمى، ماشي هي البداله الفعليه الحقيقيه. فالبداله الحقيقيه كتبتدا من العام يعني الاول، يعني البداله الثانيه بين قوسين، هذيك هي من تما كيبدا كما نقولوا نحسبوا ليه لاج ديالو الطائر، واش عنده عام عامين ثلاث سنين. هاد المعلومه حتى هي خصنا نكونفيرميوها، هي عندها واحد الاصل علمي بان البداله ديال القرع لا تعد بداله اللي هي واقعيه، بل البداله الاخرى يعني في السنه المواليه هي اللي تعتبر البداله الاساسيه. فاذا احنا غاديين مع البرنامج ديال الطائر الحسون في الطبيعه، غاديين به حتى في المنزل ديالنا، لاننا احترمنا ليه جميع المراحل ووصلناه لمرحله البلوره في سن ديال 7 شهور ولا 8 شهور. بمعنى ان اللي غادي يجي مثلا، كاين اخوان كيقول لك اخ مراد عندي طير راه بدا كيتكلم راه الصال، هذا كتقول ليه اطار، انا في اطار التشخيص ديالي للحاله، لان الاخوان كيعرفوني اللي كيسولني على شي سؤال كنحط عليه 4-5 د الاسئله عاد نجاوبو، يمكنش ليا ننقص ونجاوبو. هذه وهذه من بعض الاخطاء اللي كيرتكبوها الاخوان المنظرين ولا، ف
اللي غايقول لي الطير ديالي راه كيت هادي وهادي هادي، ملي كتقول ليه السن ديالو كيقول لك دابا راه داخل في 5 شهور 6 شهور، راه ما يمكنش نتجاوب معاه، ما يمكنش شي نتجاوب معاه حاشا، ولكن ما يمكنش تعطيه واحد الفكره اللي هي واضحه. فاي فتوى ولا اي راي ولا اي حيله كيبقى ضرب من دورو، من ضرب من كما نقولوا من التقميره كما نقولوا بالمغربي، بحال القمار. كتعطيه فتوى، تعطيه واحد الوصفه، ولكن ليست يعني في محله، لانه ابتداء من 7 اشهر 8 اشهر عاد يمكن لينا نهضروا على البلوار، وعاد نقولوا بان الطائر صافي راه فيكسا، الى فيكسي جميع التغاريد اللي هي تخزنت في الذهن ديالو. هذه نقطة مهمة وخصنا نكونوا مفاهمين عليها. فسبعة شهور 8 شهور هو لاج، هو السن، السن ديال البلوار. هنا في هذه المرحلة الإخوان كاين واحد لو بارامتر هنا فين غندخلوا شوية العلم. حنا مشينا في الولاعة مع الطبيعة وهذا، ولكن تنبهوا معايا واحد المعلومة اللي خصنا ندخلوها في عين الاعتبار. الإخوان اللي كيديروا التفريخ عندهم عين بهاد المعلومة، حنا غير ان حنا بالنسبة لينا أصحاب التغريد نحاولوا نلقاو راسنا في هاد المعلومة. وتعمدت أنني ما نذكرش هاد المسألة في المراحل الأولى، اللي كان لأنها كانت ما عندهاش واحد الدور كبير، كانش عندها واحد الدور كبير. أما في مرحلة البلورة فهو هي عندها دور رئيسي. ما هي هاد المسألة هذه؟ وهي مسألة الجانب الهرموني. فالطائر، اي طائر، الكناري ولا الحسون ولا اي طائر شونتور، طائر مغرد، فالعنصر الاساسي اللي كيستيمولي اللي كيديكلونشي التغريد وكيلعب دور كبير في بلورة التغريد هي هرمون التستوستيرون. لا تستوستيرون اخوان كلكم كتعرفوها، فهي الهرمونة الخاصة بالذكورية، هي هرمونة ذكورية بخلاف الاستروجين اللي هي واحد الهرمونة ديال الإناث. ف هاد الهرمونة هي اللي كتلعب دور في بلورة التغريد. هي عندها بزاف ديال الأدوار، عندها واحد 4 ولا 5 ديال الأدوار الرئيسية. الدور الأول هي أولا كتعطي الفحولة ولاسبي كما نقولوا فيغيل، يعني الحالة الذكورية ديال الطائر، كتعطي معاليم العنف. اللي كنقولوا العنف فهو مساله هرمونيه. الطائر المغرد، وهذه غادي نتطرقوا لها الا كنا كنتكلموا في التغريد، على معاليم العنف في التغريد. حتى انني يعني قسمت بعض التغاريد الى ان هناك تغاريد هي عنيفه وتغاريد اللي هي ماشي عنيفه. فالعنف في التغريد لا رياكسيون ديال الطائر للرد على واحد الهجوم ولا دفع خطر ولا هذا، فهي كتجي من هذا الهرمون ديال التستوستيرون. الى جانب هذه المساله ديال الذكوره والفحوله والجانب الجنسي ديال الطائر من خلال هذا الهرمون التستوستيرون، الابحاث العلميه واحد الاشاره اللي كتهمنا حنا الناس اللي كيهتموا بالتغريد، وهي انها كتستيمولي مباشرة هذيك العضلة اللي تكلمنا عليها ديال لو سيرانكس، العضلة الخاصة بالتغريد. كل ما كان عندك لو طو، يعني النسبة ديال التستوستيرون في الطائر اللي هي واحد لو دوزاج اللي هو معقول، فكتستيمولي في مرحلة البلورة كتستيمولي لو سيرانكس. وهذا الشيء عنده علاقة بكل ما ذكرناه في المرحلة السابقة، بمعنى أن الطائر خصو يكون في صحة جيدة، يعني ما يكونش تبرزت بالحرارة، ما يكونش تبرزت بالرطوبة لوميديتي، ما يكونش تبرزت بالعديد من الأمور اللي ما تخليش أنه أولا السيرانكس ديالو يكون نقولوا بالمغرب يكون مضعضع، يكون يعني واكل العصا. فالتستوستيرون كتستيميلي لو سيرانكس، وهذه معلومة جميلة جدا اللي كتعطينا واحد الإشارة أننا خصنا نردو البال مع الحنجرة ديال الطائر والصحة ديال الحنجرة ديال الطائر.
الى جانب هاد الجوانب الثلاثه ولا الاربعه اللي ذكر، كاين واحد الجانب اللي هو مهم، وان هاد الهرمون ديال التستوستيرون كي عنده على كي 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 ستيمولي كما نقولوا يؤثر على لو سيرفو، على على العقل ولا الدماغ ولا لو سيستيم نيرفي كامل ديال الطائر. والغريب في الامر ان المعلومه، حيت هما ابحاث اللي فيهم صفحات وصفحات، حتى بالنسبه للحاسوب ما يمكنش ليك انك تبقى تتبع، فكتر انك دير الطباعه ديال الابحاث وتقراها على خاطرك. كاين هاد الاخوان اللي كيستهزؤوا من هاد المسائل هادي، وكتجيني غريبه انه انسان يعني يستهزأ من المسائل العلميه. فصراحه والله العظيم هاد المسالات هي تضحك وكتالم من ناحيه، من واحد الناحيه، لان الا بقينا غادي بهذا الفكر ديال الطعن في كل ما هو بحث علمي فمصيبه كحله ما عليناش. ف كتاثر على الدماغ، وعاوتاني باش مشيش ليا خيط الافكار، الدماغ كتزيد في لو فوليوم ديال المنطقه الخاصه بتخزين المعلومه وبالتغريد، كتوسع لا تيستوستيرون. ملي كنقولوا كتوسع هذا لو فوليوم ديال لو سيرفو، ملي كنقولوا كتوسع بمعنى انه كتولي عنده مقدوره لتخزين معلومات اكثر في التغريد. السؤال الكبير دابا، السؤال الكبير هو هاد التستوستيرون كيفاش غنديروا معاه حنا صحاب التغريد، صحاب الكوبيه. انا طاخه سيدي، راه قلتي التستوستيرون هي اللي مسؤوله على التغريد ومسؤوله على البلوار، وكنديروا لها التستوستيرون. التستوستيرون الاخوان كاين جوج طرق باش تكون في طائر. اولا نهضروا على الطريقه المثلى، الطريقه الطبيعيه، هي كتجي هي عندها علاقه بواحد الوفره ديال واحد الفيتامين اللي هو الفيتامين او. الفيتامين او اخوان اللي كيديروا ليلفاج كلهم كيعرفوه، لانه كاملين هذيك الوقيته ديال الجهوزيه كيعطيو لي فيتامين او باش كيجهز الطائر، فيرتيليتي خصوبه. وبالتالي ملي كتعطي للطائر فيتامين او فهي مباشره كتزيد في النسبه ديال هرمون التستوستيرون في الطائر، وبالتالي فالتغريد يتبلور بشكل اللي هو مهم، شكل اللي هو جميل، وشكل اللي انت اللي كتوخاه من التلقين ديالك من خلال الشريط العاطفي. اذا هذه من يعني الدور الرابع ولا الخامس ديال التستوستيرون. الطريقه الاخرى اللي كتكون بها التستوستيرون في الطائر وهي الطريقه الطبيعيه. الطريقه الطبيعيه شنو هي؟ عندها علاقه بضوء النهار. الطائر عنده واحد البوصله بيولوجيك، يعني في الداخل ديالو كل ما النهار كيطوال، الساعات ديال النهار كطوال، اوتوماتيكمون لا توستس كتكون لا فيتامين او مع الاشعه ديال الشمس والاشعه ديال الضوء هذا، وكيكون افراز ديال. انا كنهضر هادشي غير كنمر عليه غير سطحيا. الاخوان اللي بغاو يتوسعوا في هادشي يمشيو يبحثوا، يديروا تيستوستيرون مع الطيور وهذا، راه غيلقاو ابحاث ما شاء الله. فالطائر يقدر تكون فيه النسبه ديال التستوستيرون بطريقه طبيعيه من خلال التعامل ديالك مع، وحتى هنا بين قوسين ها هو الكاخون كيتيليمينا. كتبقى احنا بالنسبه لنا الناس ديال التغريد كيتيليمينا الكاخون، يعني خاصك ضروري انك تقدم للطائر مكملات بحال فيتامين او، فيتامين دي، فيتامين ا، وهذا كيكون عنده تاثير على الطائر، خاصه اننا ما عندناش عندنا نقص في المعلومه ديال لو دوزاج، ديال الكميه اللي خصك تعطيه. ف هاد الفيتامين، هاد الفيتامين او ممكن تمريرها عبر الماء. المهم هاد المسائل هادي خصكم تبحثوا فيها، شوفوا القياس اللي خصك تعطي للطائر. اذا هضرنا علميا على شنو هو الدور ديال الهرموني في لا تيستوستيرون، هرموني في مرحله البلوار. انا غادي نمروا للمساله ديال الاولى. الطائر حفظ خزن جاب لي التغريد، بدا كيادي التغريد يبلور،
كتبقى واحد المساله انه هاجس ديالنا حنا الناس ديال التغريب انه ما خصوش يفوت القياس في البلوار، او بمعنى اخر انه ما خصوش يدوز واحد المرحله ديال الهيجان، او كاين اللي كيسميه الصولان، يصول الطائر بالتغريد. حتى ان هناك واحد لا بوليميك، واحد الحوار ما بين الاخوان، واش الهيجان هو الصولان ولا الصولان بوحدو الهيجان بوحدو. المهم ما ندخلوش في هذه المساله ديال قدروا تاكروا فيها في الفيسبوك، تجابدوا اطراف الحديث بخير شي تدوينه ماشي مشكل. حنا كيبقى عندنا ان الطائر خصو يبلور التغريد ديالو، ولكن ما خصوش يوصل لواحد المرحله انك تحس بانه بدا كي، خاصه بالنسبه للهاجي، الهاجي الا حليتي ليه طلقتي ليه العنان ديال البلوره فممكن انه يدير لك هو غادي يبلور ويغريد، ولا شان له بالمولود ويغريد هرمونيا ناضي عنده مسائل ديالو يغريد ويبلور والخصوبه كاينه الفيتا. ولكن حنا الناس ديال التغريد شويه كريسبين، خاصنا نقمعوه باش هناك تقنيات، وهذه كتدخل في اطار لو نسميوه لو دريساج التجريبي. هنا غندخلوا للتجربه، هذه المسائل هذه ربما يقدروا يستافدوا منا حنا العلماء الشريحه ديال الموالي، يقدروا يستافدوا منا بهذه الطرق اللي كنستعملوا معاه. هي اش كنديروا، كنبلوكيو ليه الهيجان ديالو ولا الصولان ديالو، كنبلوكيو بطرق بحيل. قبل ما نمر لهاد الطرق ولا هاد الحيل اللي ممكن الاخوان انهم يبداو يحاولوا يستعملوها يجربوها، كاين اللي غتعطي نتيجه كاين اللي ما تعطيش نتيجه. هناك واحد المساله مهمه في حياه الطائر منذ لا ميموريزاسيون حتى البلواره، كاينه واحد المساله كيعيشها الطائر في الطبيعه وما بقيناش كنشاهدوها في الطيور التي تلقن في المنازل، وهي ما نسميه حنا المغاربه الخزانه بالنسبه للاخوان العرب ولا الاخوان اللي هما، هي واحد النوع من التغريد وعنده اصل علمي، نطلب من الاخوان يمشيو يبحثوا في هذه المساله. الخزانه راه عندها اصل علمي الاخوان، كتسمى لو سوشون، كاين لو شون يعني التغريد، وكاين لو سوشون يعني التغريد الادنى. هذا هو بالمفهوم العلمي ديالو، شنو اللي غادي يبغي يبحث على الخزانه يتفقه شويه في الخزانه، فغادي يكتب لو سوشون شي لي زوازو الفرنسيه، ولا يكتب بالانجليزيه ترجمه هذا، راه غيلقى ابحاث جميله جدا، ابحاث تجريبيه. حتى العلم ما قدرش يفك شفرات ديال داك لو سوشون. وصف لينا المعالم ديالو، اللحظات اللي كيحتاج انه الطائر يقول فيها هذيك لو سوشون يعني الخزانه. ولكن باش نفهموا الطير علاش كيدير داكشي، خلاو الامور للتجربه. هنا فين كيجي الدور ديال الموالي ديال التغريد، وهذه مساله الخزانه الاخوان، راه انا متاكد ان تقريبا واحد 1% من الهوات ديال الحسون في المغرب كامل، مثلا نهضروا غير على بلادنا، قليل اللي كيعيش هذه الحاله ديال الخزانه ديال الطائر في المنزل ديالو. بمعنى ان الخزانه الى الطائر وصل لمرحله انه يؤدي لك هذاك الغناء الادنى. وباش نعطيو الديفينيسيون الاخوان اللي كيتسنتوا لينا، الاخوان اللي ماشي مغاربه، فلو سوشون ولا الخزانه هو ان الطائر في واحد اللحظه في اليوم يقوم بواحد التغريد عنده واحد المعالم اللي هي مميزه. اولا كيغرد بطريقه يعني فاب، لواحد الطريقه اللي هي ضعيفه، الصوت كيكون محدور، الصوت ضعيف جدا، والكلمات مسترسله او التغريد مسترسله ومتقطعه. كاين بعض الحالات اللي الطائر كيكون شويه بحال الى ناعس، كيمشي لواحد البلاصه. بالنسبه للناس اللي كيعيشوا هذه المسائل في الاوكار التغريديه ديالهم في المنازل، فالطائر ملي كتكون مولفه واحد المسمار، واحد البلاصه اللي هي فيكس انه مامنها، فهو في واحد اللحظات الا كان متوفره فيه الشروط ديال الطمانينه والامان وبصحه جيده ومامن، لان الخزانه الا ادالك طائر خزانه في المنزل ديالك فعرف بانك
وصلتي للطوب ديال المعامله مع الطائر، لان الخزانه عباره عن ارتياح للطائر، هو يقوم بترديد جميع الاغرودات اللي عنده في لو ريبيتوار، اللي عنده في الكشكول التغريدي ديالو، يرددها بصوت خافت وكيكون كالم، يعني في الموقع ديالو كالم مع راسو، واللي جميل جدا اللي كاين في الابحاث اش كتقول، انه هذيك المرحله الطائر السونطون، يعني كيسمع راسو. فالطائر مهما بلغ عام عامين ثلاث سنين، فهو محتاج انه واحد اللحظه من في اليوم انه يتكالما يتكونسونطرا ويبدا يردد التغريد كلها اللي عنده في الريبيرتوار ديالو، محاوله منه. انا ربما كتجيني فحال لانه هنا هي فحال لا براتيك، انه كيرجع للوراء فواحد اللحظات، كيرجع للوراء لا ميموريزاسيون، يعني كيرجع لا ميموريزاسيون وكيعاود يديكودي، يرجع وكيعاود يديكودي، كيرجع وكيعاود يديكودي. هو راه مفيكسي الكلام، راه مكريستاليزي، وغالبا هذيك الخزانه كتكون فيها مجموعه ديال الكلام اللي تكريستاليزا، ولكن هذيك اللحظه هاد اللي كتسمى بالفرنسيه لا فاز براتيك، لا فاز براتيك ديال لو شون، لان الطائر بدا في البلوره ولا براتيك دو شون. بالنسبه ليه التغريد ولا واحد السلاح، بحال مثلا عندك بندقيه، فملي غتسالي الحرب ديالك غادي تجي المنزل ديالك كتجبد البندقيه غتنظفها غادي تتقادى هذا وتحطها. كذلك الطائر، هادو غير افكار ديالي، الطائر محتاج انه هذاك السلاح التغريدي ديالو اللي هو التغريد المبلور يحتاج الى تنظيفه وترتيبه وسمعه، يعني هو يسمع، كيسمع راسه. ولما لا انه واحد الاغروده اللي مدفونه في اعماق الميموار ديالو انه يعيد فيها النظر، فماشي مشكل. ولا الاشاره، فكتحضر لي واحد المساله اللي كانت متداوله اللي تلقيناها شفاهيا مع الموالي القدام، ان هناك حتى في اسبانيا هناك موالي قدام سبليون في منطقه الاندلس، هاد هاد هاد, هاد الموالي كانوا في الشريط اللي كيصيبوا شريط للتغريد، كيقوم بتركيبه ديال الشريط التغريد، كيعطي في الشريط كيعطي واحد دقيقه ولا جوج دقائق ديال الخزانه لان بالنسبه للاخوان المبتدئين غتجيكم غريبه هذه المعلومه، ولكن كانت تمارس فيما قبل ايمانا من هذاك المولوع. شوف سبحان الله، المولوع ديال الحسون فين كيبدا يفكر وكيفاش كيفكر، لانه بالو مع المنقار، كيعطيه واحد الخزانه اللي كنقولوا احنا الموالع بيناتنا، كنقولوا هذا الطائر في خزانه نقيه، وهذا الطائر في خزانه فالسو. كنقصدوا بخزانه نقيه انك كتسمع فيه غير تغريد، يعني تغريد مسترسله بسرعه وبصوت خافت، ولكن ما فيهاش عيوب الداخل، بعكس الخزانه اللي هي غير محبذه، هي ديك الخزانه اللي كتسمع التغريد، وداخل التغريد هناك حسره، هناك عيوب. انا فهذيك الخزانه ما كتعجبناش، ما كتعجبناش انا، هو الطائر وكيرتاح بها وعارف اش كيدير، وحنا ما عجبناش، هذا مشكله. فهاد الاسبان هادو كانوا كي في الشريط كيديروا خزانه وكيديروها نقيه، على اساس شوف سبحان الله كيفاش كيتطور الانسان. شوف الفكر ديال شحال هادي والفكر ديال الانسان اللي دابا غيدير هاد القضيه، يسمى غنسميوه احمق، يعني غنسميوه مولوع، لا ماشي سوي. فهو كيعطي واحد الخزانه اللي هي نقيه في الشريط باش يحفظ التغريد، وغادي يحفظ ما هذيك الخزانه اللي هي نقيه، على اساس انه ملي غادي يكون في الدار وباغي يدير الخزانه ديالو غادي يدي لي هذيك الخزانه اللي بحال الطائر عارف المولوع راه عطاه الخزانه. وهذا كان غلط كبير، وجميل جدا هاد المسائل الانساني يعيشها، وهذا مراحل كيدوزوا من الاجيال ديال الاولى. واحد الوقيته حنا راه كانت كتقال لنا من المسلمات انك من جينا دخلنا الهوايه فكيقول لك الخزانه نقيه، خزانه هذه مزيانه، هذه مزيانه، لا. ولكن فين هما الطيار اللي كيديروا الخزانه دابا؟
خزانه واحد الحاله نفسيه، راه الا ما كانش الطائر مرتاح تغريديا وجسديا وصحيا ما يمكنش ليه انه يمتعك بالخزانه. الخزانه راه متعه، الخزانه راه متعه كبيره، راه كاين الناس اللي مختصين في الخزانه. على اي هذه كانت واحد بين قوسين على مفهوم الخزانه. بالنسبه لا كريستاليزاسيون كنظن بانه تكلمنا عليها علميا بما فيه الكفايه، كتبقى بعض التقنيات اللي كنستعملوا حنايا. وهاد الحيل غادي نقول لكم بعض الحيل غير باش نختم بها الحلقه، وكن مطلبش من الناس الاخوان انهم يعتمدوهم صافي راه كيديروا حل، الا انه الناس الاخوان جربوهم معايا، انا كنعتمدهم. المسائل بسيطه وعندها علاقه بكل ما هو حتى هي تجريبي وعلمي. فالطائر ملي كيوصل لمرحله البروره هو ادى لك اغرودات كما يجب، كما احترمتي ليه جميع المراحل فهو احترم لك مرحله البروره. الا انت خصك كما نقولوا تستوبي تفراني ولا تخليه في واحد الريتم ديال التغريد اللي هو هكذا غادي اوريزونطال، يعني ماشي طالع حتى وخاصه بالنسبه للهجين. الهجين كيبقى اني بغيد بغل، يعني يفاجئك في اي لحظه لان الدم ديالو ماشي حر. خاصك دير ليه كما نقولوا الله يذكره بخير واحد المولوع ديالنا كيقول خاصك دير ليه الكمامه. كمامه بالنسبه للهجين، كمامه كاين جوج انواع كمامات. كمامه كاين هو الغطاء تغطيه الظلمه، لا لوميير ما كايناش، اوتوماتيكمون التغريد ديالو كيبقى كامل. وكاينه واحد الكمامه طبيعيه، كمامه طبيعيه نقصد بها انك تلاحظ الطائر ملي كيكون يهيج ولا يصول كيف يتعامل، يعني الطريقه كيفاش كيتعامل. فمن الملاحظ ان اي طائر منين كيبغي يهيج بالكلام ديالو فهو يعني كيتحذر، يعني كيدير واحد ما كيبقاش واقف، يعني واقف بهذه الطريقه. فما لا ميمكنش الطائر انه يبقى واقف هكا افقيا ويهيج، صعيب عليه الحال، فانه ضروري كيقوم بواحد العمليه الانحناء باش كيكونسونطري الجهد ديالو وكيحل الجناح ديالو وكيدير بعض الشطاحات اللي تواكب التغريد، وبالتالي فكيكون جاهز انه يديماري في التغريد وانه يصول وي بهذا المفعوم انه يخسر. فكنعتمد انا واحد 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 جوج واحد المساله هادو سميح، هادي ما نسميه حنا كنسميو صندوق فوندا، ماشي لا فوندا ولكن كاخون عادي. هادو هما الكاخون الصنادق القدام ديال مالاغا، هادو هما اللي كنا كنخدمو بهم في حي المعارف في حي درب غلف منذ يعني 20-25 سنة. ربما المنطقة الوحيدة في المغرب اللي كانت كتخدم بهذا النوع ديال الصنادق. شناهو الميزة ديال هذا النوع ديال الصنادق؟ هما كتلاحظو هاد المسافة، هاد لاوتور، هاد الارتفاع كيبلغ تقريبا نصف أو أكثر من نصف ديال القفص، بمعنى الطائر لو كان طائر هنايا في القفص فالرأس ديالو غادي يجي في هاد المستوى، يعني الصدر ديالو غادي يكون هنايا، بمعنى هاد المنطقة كلها كتكون يعني مغطية، هاد المنطقة كلها كتكون مغطية. علاش؟ الطائر في مرحلة البروارة، الطائر في مرحلة البروارة أول حاجة بالنسبة لي أنا شنو كندير وكنحس، هذا بالنسبة للميستو بالنسبة للهاجين، وكنحس به أنه غادي يهيج ليا، كنلعب ليه على لو مورال ديالو. وغالبا المنطقة اللي كنكون حفظ فيها الطائر كتكون واحد المستوى اللي هو قريب من الأرض، هادو طرق ديالي لما كنا أنا دائما كنروي الميستو يعني في منطقة اللي هي شوية محدورة، يعني في لا واحد متر ولا كاين مواليع اللي كيحطوا طائر في الأرض، مواليع كبار اللي كيخدموا هاد الطريقة وكتعطي نتيجة. فالوقيتة اللي كيبدا مرحلة التبلور كنحاول نديبلاسيه، لأن فيكس الكلام أي حاجة درتها دابا مسموح ليا بها، ما غاديش نبيرتيربي ولا نبرز ليه
المراحل ديالو. كنهزو من هذيك البلاصه اللي حفظ فيها وكنديبلاصي لواحد البلاصه اخرى لواحد المنطقه اللي هي عاليه كتكون منها البلافون، كنلصق الفوندا مع البلافون. من بعد راه غادي نرسل واحد الصوره ديال الطريقه كيفاش عندي هاد المسمار ديال بالورا كتكون لاصقه مع البلافون في هذا النوع ديال الفوندات، في هذا النوع ديال الصنادق عفوا. علاش؟ باش الطائر كيبقى غير يطل. الطائر هو راه مكريستاليزي الكلام ديالو، راه ميموريزي، راه في مرحله البلوار. اش كيوقع؟ الطائر كديبلاسي اولا كاين واحد الفران، واحد الفرماله ديال التغريد. هناك فرماله لا بوسي ديال لو شون، واحد الفرماله ديال السولان وديال الهياجين، غير انك ديبلاسيتيه من الارض هزيتيه للفوق في مرحله البلوار، كتحطو قريب للسقف، يعني من السقف الفوق، بمعنى ان الطائر كيبقى غير يطل عليك، كيبقى غير يطل، وبالتالي فحتى التغريد يواكب هذيك لا بوستور ديالو. فعندك واحد 80% ما غاديش يمكن ليه يصول ولا يهيج، لانه ما يمكنش يتحضر ويصول ويهيج. اللي غادي يتحضر ويصول ويهيج ما غاديش يبان ليه العالم الخارجي. وحاجه اخرى بالنسبه لي ما عندوش حال هاد الفوندات، نسيت مثلا عندي هاد الفونده هادي الزجاجه ديالها، كناخذ الزجاجه ديالها وندير لها واحد السكوتش ولا واحد الورقه نلصقها بحال هكا، والطائر كيبدا يطلع ليا من هنا، من هنا كيبدا يطل الطائر، ملي كيبدا ياكل ما كيبقاش يبان. اللي كتبان لكم الصوره كنظن كتبان. دابا هو الطائر والاصبع ديالي، هو كيغرد، هو كيمشي ياكل كيغبر، عاوتاني كيطلع ليا بيكولي تشي بيكولي ويتغبر، طلع ليا كاسكابيل بيبليوس كيغرد. فهو كيبقى غير هادو بين الحيل، كيبقى غير يقصر معاك، كيأدي الأغرودات ديالو هذا، ولكن بواحد لا بوستور، واحد الهيئه انه واقف. وهذه المسائل اللي مجربها اخوان معانا في مدرسه الكوبيه، كان عندهم نفس المشكل مع شي طيور، واحد ثلاثه اربعه الاخوان لاول هذه السنه داروا فيها راسهم وطبقوها، فكلهم عندهم نتيجه الحمد لله يعني ايجابيه. فهذه من بين الحيل اللي ممكن تعتمدوها الاخوان في الممارسه ديالكم وفي التعامل ديالكم مع واحد الطائر اللي كتحسوا بانه غادي يهيج. بالنسبه هذا بالنسبه للهاجين. اما بالنسبه للحسون انا كنفضل، علاش بديت بالهاجين؟ لان الهاجين ساهل في الحسون غادي ندير ليه سلسله ديالو بوحدو، لان خاصني ندوي على مراحل التلقين كلها، تفاهمنا عليها والحمد لله بسطناها، وغادي نبدا واحد السلسله خاصه بالحسون. الامور شويه فيها تعقيدات وفيها تفاصيل، كاين الحسون ديال الطبيعه والحسون ديال التفريخ ديال العش. فهذا هو بعجاله، لان بعض الاخوان واحد الاخ قال لي راك تطول علينا بزاف. قلت ليه ودي اسمح لينا، راه هذا هو راه مقصر علينا قد فلوسنا خويا، صبر معنا. إذا جاك فيديو طويل راه ممكن انك تقسمو على كل نهار، شوف شويه ولا شوف انت وخاطرك، وسمح لي بزاف. الاخ اللي قال لي راه كطول عليا فيديو، انا ما عزيزش عليا الفيديوهات الطوال، فاستسمح الاخ ديالنا، تحياتي واحتراماتي لك وجميع الاخوان. فنكتفي الاخوان بهذا القدر، اعطيت لمحه غير لمحه موجزه على المراحل العلميه في البلواره. ضروري كان خاصني نعطي واحد الاشاره لهاد الحيل، ان الفيديو عاوتاني ما خصوش يكون طويل بزاف، راه 40 دقيقه شويه، من نكونوش عاوتاني ثقال على الاخوان. غادي نحاول ندير فيديو اخر لتتمه مرحله البلوار، لان حسيت بانني ما عطيتهاش حقها من الناحيه التقنيه، من ناحيه التغريد، فالجانب العلمي طغى على هذه الحلقه. مهم الاخوان التستوستيرون تنبهوا ليها، لا فيتامين او، فهادي ماشي دعوه انه الانسان في مرحله البلواره يبدا يعطي لا فيتامين او، لا ما كننصحكمش بهذه القضيه. حاولوا تستشروا مع الاخوان ديال التفريخ، الاخوان اللي طالعوا في الانترنت كيفاش انك
تعطيه لا فيتامين او ولا كيفاش تتعامل معاه. حنا كنشرحوا غير علميا ما هو البلوره والكريستاليزاسيون، يكون عندنا واحد الاصل علمي في المقاربه ديالنا. هذا هو فقط المغزى من هذه الحلقه هذه. فالحلقه الثانيه غادي نكملوا على البلوره، غنهضروا بالتغريد، غنهضروا على كيفاش انه من النوطات من لي غوربيس من لي سيلاب انتقل الى اغرودات جمل تغريديه. غادي نتكلموا على المسائل ديال لي تيرميناسيون. واحد غيتسائل يقول اش جاب البلوره التيرميناسيون، فالتيرميناسيون عندها واحد الدور كبير في مرحله البلوره. التيرميناسيون عندها علاقه حتى بالتستوستيرون، وحتى انه هناك انا كنقسم لي تيرميناسيون الى دي تيرميناسيون اللي هي عنيفه وتيرميناسيون اللي هي لطيفه. تي 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 ولا تا 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 لي مولي تشازيس تشا 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 ولا تي تي تي، فهي كنعتبرها من 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 التيرميناسيون العنيفه. باريتشي ولا تيمبري هذا ما نذكروش اليوم. فكاين ميتقال في هذه المساله ديال التغريد مع التستوستيرون. لا تستوستيرون عندها علاقه حتى بالتركيبه، وانت ملي كتعطي التغريد خمم التستوستيرون الشريط اللي غادي تعطي، فهو كتخمم انه الطير صغير نعطيه تزيوقات نعطيه هادي نعطيه هادي كوليو ستوكيس وهادي وهذا وهذا. لا راه خصك تخمم بان التستوستيرون غدير الشرعيه الذاتيه معاك في الشريط، وخاصك تعطي الماده الخام المناسبه باش ملي نوصلوا هذيك المرحله ديال البلوره ما يكونش عندك اشكال. فالامور معقده شويه، اللي بغى يحل الدماغ ديالو في الولاعه، اما اللي مهني في المسائل ديالو ف دائما نقول لكم اللي كيدير شي حاجه ومرتاح فيها يبقى فيها، ما تقربش على شي حاجه اللي غادي تبرزتك دماغك ولا غادي تشكل لك واحد تبرزيط. فهذا اللي كاين الاخوان. نتمنى هذه الحلقه تكون راقت اخوان، حاولنا نتقاسم معكم بعض الافكار في الولعة. تحياتي واحتراماتي للجميع، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة الخاصة بالبلورة وبالمسائل التقنية في التغريد. تحياتي واحتراماتي.